ترامواي قسنطينة في الشطر الرابط بين المدينة القديمة والمدينة الجديدة علي منجلي، والذي دخل حيز الخدمة رسميا، يلقى استحسان وترحيب المواطنين، حيث سيكون دعامة إضافية في مجال النقل. مبادرة مباركة إن شاء الله في مدينة قسنطينة، مدينة العلوم والعلماء، والمدينة من المشاريع القدامة الجديدة. أنا فرحانين يعني قدام حنا نستناو يعني باه يوصل هنا من التجمل هذا. يعني الله يعني يعطيهم الصحة يعني حاجة اللي داروها يعني في المدينة الجديدة يعني اللي نحاس الأزمة على الشعب. أسعاره يراها القسنطينيون معقولة، وميزاته تدفعهم لاختياره بدلا من وسائل النقل الأخرى. شيء بريتاعو شيء معقول يعني في متناول الجميع، وهذه حاجة وزيد النقص على الازدحام وحوايج إن شاء الله. حنا نهبطو ونطلعو ب 8000 بري يكون تسمى بري معقول، حاجة مليحة ونحتاجوها تطور خير من هكا بربي ان شاء الله.